وزي ما قلت لكم عشان بعض الناس طلعت تقول لا ده واحد فلسطيني استاذ شبانه، انت قلت باي عدد؟ انا بقول لك اي عدد من اي نادي فتره الانتقالات الشتويه وعليه ان يجرب، وبينه وبينكم التجربه. وانا بقول لكل انديه مصر خلي اتحاد لا يستطيع في حد في اتحاد الكوره يقول لو انت جت 9 فلسطينيين 9 جنسياتهم واصولهم فلسطينيه ومعاهم جوازات سفر فلسطينيه رحت تأيدهم، لن يستطيع مخلوق في اتحاد الكوره يقول لك لا، ما يقدرش يقول لك، ولا هيقول لك بقى اجانب الفلسطيني يعامل معامله اللاعب المصري كلمه فول ستوب. انا بقول لك حاجات موثقه متاكد مليار في الميه. يطلع حد يقول لك لا ده هو بحد اقصى واحد بحد كل ده فاتي، اصل مره ما اعرفش سنه كام حصل ايه كل ده. انا بقول لك اللائحه تجيز اي عدد من اللاعبين الفلسطينيين، وهو انا قلت حتى للشباب هاتوا لنا اللائحه لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الاجانب خلاص، اللي هو البند رقم اللي احنا قدامنا ده البند رقم 10 اهو، لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الاجانب، لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الاجانب. هو ده الماده اللي في اللائحه اللي فيها تشريع اللاعبين الاجانب، اللي هو يسمح بخمسه اجانب كحد اقصى في القسم الاولاني، 2 في القسم الثاني، 1 في القسم الثالث، 3 في المراحل السنيه المختلفه، 5 اجانب في الماتش الواحد لانديه القسم الاول، لا يسمح بمشاركه 5 في القسم الاولاني، اكتر من 5 اسف اجانب. يعني لو انت عندك 5 اجانب وعندك زي كريستو كده تحت السن فعندك 6، ما تقدرش الاهلي يلعب بالسته، لازم 5 اجانب حد اقصى برضه في القسم الثاني، 2 اجانب فقط في المباراه، وهكذا كم يعني وهكذا، مش عايزين نقعد نكمل. مفيش طبعا حراس مرمى اجانب وكل الكلام، لكن البند العاشر بيقولوا ايه؟ لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الاجانب وفول ستوب. انا بنصح وبقول للانديه روح شوف لاعبين فلسطينيين شاطرين هتلوم ارخص من اوفه وارخص من شكري في الاسعار يعني والارقام. ده ان شكري بيقول لك 50 مليون، الزمالك سيراميكا هيطالب من الزمالك 50 مليون، ان شكري والاهلي لو كان عايزه واوفه ما اعرفش بيقولوا لي 50 60 مليون. هم الناس شايفه ده ارقامهم يعني، ده من وجهه نظرهم 2 مليون دولار في الاخر، 60 مليون 2 مليون دولار هو وجهه نظره بنحترمها، بس لاعب فلسطيني ممكن تجيبه اقل من كده وشاطر وماهر، هات 5 واتحدى اي نادي اي اتحاد كوري يقول لك لا. ده في الاطار ده انا بقول لكم الاهلي ده، في حد النهارده في الاهلي بيقول لي ان فيه فكره ان يجيبوا 2 كمان فلسطينيين. اه والله تخيل ولاد اللذينة. اه والله دول عايز يلحق على احسن اتحاد الكوره ياخد باله يغيرها السنه الجايه بقى، السنه الجايه ممكن لو لقى في مو هوجا ولا موجا هيغيرها. فقال لك فالباقي يغيرها هيغيرها ايه بعد التعاقدات ما تتم؟ المفروض انا مضيت وسام 4 سنين ونص، اي تغيير بعد ما اخلص عادي معايا خلاص يعني، مش ما تدفع لي انت العقد كاتحاد كوره، انا انت مرتبط بالعقد. اي لائحه هتطلع جديده تجوب القديم هتقول لك بعد انتهاء يعني نبدا من السنه الجايه، بس اللي متعاقد متعاقد. فهو الاهلي في 2 بيبص عليهم، تخيلوا بقى، واحد فرويد وواحد بيك، واحد في بلجيكا وواحد في الهند باين ولا فين، بيك مدافع. والراجل عايز مدافع، تعرفين كان عايز مدافع وكان من مرشح للاهلي مدافع بيكهام، احمد رمضان بيكهام، وسيراميكا رفض وضرب في العالي، فالاهلي متضايق جدا من الموقف ده، كان عايز احمد رمضان بيكهام من سيراميكا وسيراميكا يعني علا. فالفكره ان يجيبوا مدافع فلسطيني او يجيبوا كمان فرويد تاني فلسطيني، ما هو فرويد مصري زي استاذ صلاح محسن وزي استاذ كهربا زي احد. والله بيلعب في بلجيكا نادي شالروا اسمه عدي الدباج، وفي واحد اسمه ياسر حمد. انا بديكم امثله بيتابعوا دلوقتي، بس هتلاقي هاني رمزي عنده جراب في حاجات مستخبيه خاصه بالقصه دي. فبرضه الاهلي عايز يستفيد من هذا الموضوع، وده زي ما بيقولوا ايه طبعا حقه.